اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة الهلال وفي برنامج ملاعب سمراء، والذي ومن خلاله نستعرض لكم احداثا تشكلت على امتداد الاسبوع ونسلط الضوء على احداث قادمة تهم الشأن الافريقي من منتخبات وفرق. اسمحوا لي الان ان ارحب ان اقدم لكم اخبار الكاف التي نتناول في بدايتها المباراة المرتقبة التي تجمع الهلال مع سان داونز في جنوب افريقيا، والصراع المحتدم الذي ينتظره عشاق الكرة السودانية وعشاق الهلال. حلت بعثة الهلال أمس الأربعاء في مدينة راسنبورغ تحسبا للصدام المرتقب حين يحل الأزرق ضيفا على سان داونز الجنوب أفريقي في أولى جولات مجموعات النسخة الحالية من مسابقة الأبطال. وكان الهلال قد أنجز معسكرا تحضيري مغلق استمر لأكثر من أسبوع في مدينة كيب تاون استعدادا للنزال الأفريقي. أوقفت محكمة التحكيم الرياضي كاس قرار منع رئيس الكاف الأسبق الكاميروني عيسى حياتو من ممارسة أي نشاط رياضي من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا، وهي القرارات عينها التي كانت قد دفعت حياتو لمقادرة رئاسة الكاف، حيث تسلمت حينها الأمين العام فاطمة سامورا إدارة شؤون الكرة الأفريقية. اعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إيفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي بشكل رسمي للنادي الأهلي المصري بسبب تداخل البطولات بموعد كأس الأمم الأفريقية مع موعد كأس العالم للأندية. وكان الأهلي قد خسر في الدور شبه النهائي من المونديال على يد بالميراس البرازيلي، وتنتظره مباراة أخيرة أمام الهلال السعودي لتحديد المركز الثالث والرابع. سجل اللاعب الغاني المخضرم سولي مونتاري ظهوره الرسمي الأول على الملاعب الغانية رفقة فريقه الجديد هارتس أوف أوك قبل مباراته ضد نادي غريت أولمبياكوس بالدوري الغاني الممتاز. وكان سولي مونتاري قد أمضى فترة احتراف أوروبية زاهية خاصة على صعيد الكالتشيو الإيطالي. بعد الإعلان الرسمي من نادي مالمو السويدي عن التعاقد مع الهداف النيجيري سيلاس نوكاكو صاحب 18 عاما قادما من نادي ناصرو يونايتد النيجيري، وعادت إدارة النادي السويدي وكشفت تقريرا عبر الإنترنت يعود لعام 2015، وكان وقتها اللاعب سيلاس يلعب لفريق جامعته، وهذا يثبت بوضوح أنه ليس العمر الذي يدعي أنه حاليا بعمر 18، وأنه كان أكبر من ذلك بكثير.